السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم متابعينا الأعزاء؟ اليوم عندنا فيديو شرح كامل عن سيارة شوفرليت تاهو بريمير موديل 2021. لكن قبل أن أبدأ الفيديو أتمنى تدعمون هذا الفيديو باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، وأتمنى منكم متابعينا الأعزاء أن تكتبوا لي بالتعليقات من أي بلد تحضروني، من أي بلد أنتم، فقط بالكومنتات، وأتمنى توصلون هذا الفيديو أكبر عدد من اللايكات، وشكرا لكم. نتكلم عن مواصفات السيارة من الأمام. طبعا السيارة من الأمام وحش بكل معنى الكلمة، عندنا شباك كروم، شعار شوفرليت تاهو من الأمام، أنوار LED مع كشافات الضباب، فتحات تهوية تعطي أداء أفضل بالبريك، 4 حساسات أمامية مع كاميرا أمامية أيضا فيها السيارة. طبعا مواصفات السيارة متابعينا الأعزاء من الخلف، عندنا أنوار LED، بيج لايت خلفي LED، فتح صندوق ذكي، 4 حساسات خلفية مع كاميرا خلفية أيضا، وعندنا صالنصة، طبعا 4 صالنصات من الخلف، ومحرك السيارة طبعا 8 سلندر 5300 سي سي. طبعا هذا هو شكل السيارة من الداخل متابعينا الأعزاء مثل ما جاي يشوفون. طبعا عندنا شاشة أعطال تعطينا بيانات كاملة عن السيارة، وعندنا مالتي ميديا والصوت والتحكم بالبلوتوث ايضا، وعندنا شاشة داخلية تدعم خاصية اللمس اندرويد مقاس 10 انش، والسيارة ايضا بها نظام صعود المنحدرات ايضا، والسيارة طبعا بها ايضا نظام اطفاء المحرك في الازدحامات لتقليل صرف البنزين ايضا، وعندنا جير السيارة موجود بجانب الشاشة مثل ما جاي يشوفون، والسيارة طبعا مكيفها ما شاء الله روعة بمعنى الكلمة، محركها طبعا مثل ما قلنا 5300 سي سي 8 سلندر. وهذا هو شكل السيارة من الخلف مثل ما جاي يشوفوا، عندنا شاشات 2 في الخلف، وعندنا كشنات جديدة تحكم فيها كهرباء، والسيارة طبعا 7 راكب، وفتحة بانوراما ايضا بها السيارة، ويمكن قلب مقاعد الصف الثاني لعبور الركاب الى الصف الثالث، والسيارة طبعا 3 قطع تبريد بها ايضا. وعندنا ايضا متابعينا الاعزاء الثلاجة فيها الجقمة، فيها مساحة تخزين جدا كبيرة مثل ما جاي يشوفون، وعندنا ايضا فيها منفذ USB. طبعا السيارة من الخلف فيها مساحة تخزين جدا كبيرة، وكذلك يمكن تكبير المساحة عن طريق قلب مقاعد الصف الثالث أو الثاني معا. طبعا السيارة يتوفر فيها لونين، هذا اللون القريب على الأسود، ويتوفر فيها أيضا هذا اللون الأبيض. طبعا اللي حاب يعرف عن سعر السيارة، طبعا سعر السيارة موجود مع الرقم 86,000 دولار، ما يقرب من 160 ورقة، يعني 126 مليون دينار عراقي. في نهاية الفيديو أتمنى تدعمون هذا الفيديو بلايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد، لا تنسوا تصلون هذا الفيديو أكبر عدد من اللايكات، وشكرا لكم على المشاهدة.